نقوم أولا بربط القطب الموجب للمولد 12 فولت مع البادلة، ثم نوصل من البادلة نحو جهاز الأمبيرمتر حتى يكون على التسلسل، ثم من جهاز الأمبيرمتر نحو المقاومة، والمقاومة هنا تكون 1000 أوم، ثم نوصل من المقاومة نحو المكثفة، هذه المكثفة سعتها 2200 ميكرو فاراد. ثم من المكثفة نحو القطب السالب للمولد أو نحو أرض المولد. إذن هكذا نتحصل على دار مغلق. الآن نوصل بين طرفي المكثفة جهاز الفولتمتر كما نشاهد في هذه الصورة. إذن موجب الفولتمتر مع موجب المكثفة وسالب الفولتمتر مع سالب المكثفة، ويكون الربط على التفرع. كما تشاهدون هنا نتحقق من طريقة الربط. الآن نقوم بتوصيل سلك آخر بالبادلة مع القطب السالب للمكثفة حتى نستغل ذلك في حالة التفريغ. إذن لدينا هنا دارتين، دارة أولى لحالة الشحن ودارة ثانية لحالة التفريغ. ثم في الأخير نوصل جهاز فوكسي مع جهاز الكمبيوتر كما نشاهد في الصورة. جهاز فوكسي أو برنامج أوكس فوكسي يشتغل آليا أو بالدخول على أيقونة كمبيوتر ثم تشغيل البرنامج. في واجهة البرنامج نضغط على أيقونة جنراليست فيشتغل هذا البرنامج. نضع على محور الفواصل الساعة وهي محور الزمن. هنا قمت بتحديد المجال الزمني 25 ثانية. ما درنا 25 ثانية، 5 طو في حالة الشحن، 5 طو في حالة التفريغ، طاحتنا حوالي 22 ثانية. أنا ناخذ زمن أكبر 25 ثانية. بالنسبة لعدد النقاط ناخذ 100 نقطة. كنت درت 100 محور تراتيب من جهاز الفولتمتر. في هذه الحالة استعملنا مولد توتر قدره 12 فولت، إذا نثبت هنا عند 12 فولت. بالنسبة لجهاز الأمبيرمتر قيمة التيار في هذه الدارة هو حوالي 0.01 أمبير، بالتالي نختار 0.05. إذا في هذه الحالة هذا البيان يعطينا منحنيي التيار والتوتر بدالة الزمن. بالضغط على هذا الزر ثم لونسي، ثم يقوم الأستاذ بإغلاق الدارة. صحيح ربيع مازال، خليها حتى تشحن تماما. إذا نمر إلى وضع التفريغ.
مش هاي هاي هاي.